بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع تكريم فرسان الاختبار التحصيلي الرابع الذين حصلوا على الدرجة النهائية، نبدأ بطالب فه. أول فارس مع الفرسان، بحييك فه. فارس أول، فهد أول كان جايب واحد الاختبار الأول. الحين 5 من 5، حيوا قولوا له بارك الله فيك. بارك الله فيك. خليك هنا. بعد كده طلال، ايضا طلال كان ياتي بدرجات اقل من 5، اول مره يحصل على 5. حيو طلال. بعد كده عزام، اول مره ياخذ 5 من 5. حيو. خد صوره. بعد كده محمد بلال، اول مره ياخذ 5 من 5. حيو. بعد كده عبد المحسن اخذ قبل كده، بارك الله فيه. بارك الله فيك. بعدين ابي، بارك الله فيك. حيو. بعدين صالح الغامدي أخذ قبل كده، حيو. راجع، صورة نور الدين. طيب في واحد اعطي له ميداليه وهي مفاجاه، وهتقولوا لي ليه؟ هقول لكم بعد قليل. نفتح الميداليه. الميداليه هذه حق واحد بطل كان الاول ياتي بدرجه 1 من 5، لكنه هذه المره أدب 4 من 5، لذلك سيتم تكريمه لأنه أصبح من الفرسان. الطالب أحمد. حيو أحمد. كان في ناس جايبة 5 من 5 قبل كده ونزلت لأنها لم تهتم بالتدريب. اللي ما يهتم ينزل ومستواه يقل. ان شاء الله في واحد تمنها كرمه، معلش يا راجح، افتكرت ان هو ايضا تقدم مستواه فنعطيه ميداليه. تعال يا سعد، تعال يا سعد. سعد كل مره بيحاول لغايه ما وصل لـ4 وبرضه بنحييه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اعرفش دي واحدة بس يعني. خلاص يا ابطال، تحية كبيرة للفرسان، بارك الله فيكم. حطيهم صورة. انت كده صورتين مع الفرسان عشان فارس. كده يا جدي خلاص. أستاذ كل الصورات ما بطلت. يلا يا ابطال.